مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور الاهلي. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه، حلقه نهايه الاسبوع. دايما بتبقى حلقه خفيفه بس برضو مليانه بالاحداث المشوقه باذن الله تعجب حضراتكم. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا في السادسه. وقبل اسمحوا لي قبل ما ندخل في تفاصيل حلقه النهارده، رساله بنوجهها لكل واحد بيفتكر ان الصوت العالي ممكن يخلق شعبيه او يصنع جماهيريه. رساله لكل واحد بيفتكر انه مهاجمه الرموز ممكن تخلق ليه مساحه للظهور. انت مين؟ ايوه انت مين عشان تتكلم على الاسطوره؟ مين عشان تحاول تغير تاريخ اتكتب بعرق وشغل وتعب؟ مين عشان نعرفك او نسمعك؟ باختصار انت ولا حاجه. اذا كان ليك احترام في يوم من الايام، كان الاحترام ده بسبب حق التيشيرت علينا، مش حقك انت على الكيان، عشان انت مالكش حق عندنا، واحنا لينا عندك حق، بس للاسف انت ما فهمتوش. ابن النادي اللي كتب تاريخ وزود شعبية، ابن النادي ابن الأصول، رمز المبادئ والأخلاق. ابن النادي هو اللي بيكبر ناديه الكبير وبيغير عليه. قلت لي بقى انت مين؟ احنا مش عايزين نعرف. اقول لك انت مين؟ انت ولا حاجة. عارف ليه ولا حاجة؟ لان مفيش حاجة طمرت فيك. فاكر لما المجلس اتحل ورفض القرار؟ الجميع الحقيقة، وانت يمكن تكون الوحيد اللي كنت بترقص في فرع مدينة نصر وفاكر الأعضاء عملوا ايه بعد إغراء قرار حل المجلس، طردوك من النادي. انت مش مستاهل الحقيقة ان احنا نتكلم عليك او نفرد مساحة لك، انت بس عايز تعرف انك ولا حاجة. ارجوك بص لنفسك في المراية وانت تعرف انت مين. بس احنا بقى عارفين مين الأسطورة، والأهلوية كمان عارفين، طبعا عارفين. الأسطورة والحقيقة عشق الملايين اللي حبوا اسم الخطيب، مش بس على فكرة جوه الملعب وبره الملعب. والحقيقة من ضمن ملايين بيشجعوا بيحبوا النادي الأهلي، ملايين ما شافوش كابتن محمود الخطيب جوه المستطيل الأخضر، ومع كده ورغم كده الحقيقة حبوه وعشقوا اسمه. ورصيد الحب عند الجماهير مش بس بيتقاس الحقيقة بالمستطيل الأخضر ولا بالبطولات ولا بالأهداف، لا، بيتقاس الحقيقة بمعايير تانية كتير، منها القيم والأخلاقيات اللي بيعبر عنها النجم. وياما الحقيقة كان في نجوم كتيرة جوه الملعب موهوبة وعشقتها الجماهير، لكن صورتهم بره الملعب كانت غير كده خالص. عشان كده الحقيقة يظل الكابتن محمود الخطيب واحد من أساطير الكرة في مصر، اللي الحقيقة مش بس الأهلوية كمان بيحبوه، لا الحقيقة كل جماهير الكرة بتحترمه وبتعشق اسم كابتن محمود الخطيب. ندخل في حلقتنا يا سارة النهاردة. هي أحمد، فعلا كلنا بنفتخر إن احنا بننتمي لكيان كبير، رئيس وأسطورة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب. وندخل فعلا في حلقتنا. نقدر نقول إن دي أول حلقة بتتزامن مع عودة الدوري الممتاز لاستكمال نشاطه من جديد، بعد طبعا ما توقف 4 شهور ونص بسبب أزمة فيروس كورونا. منافسة قوية شرسة هنشوفها خلال الأسابيع اللي جاية في مسابقة الدوري. خليني أقول لحضراتكم دلوقتي سريعا جدول الدوري خلال الأسبوع الأول. النهاردة الزمالك هيلعب مع المصري الساعة 8، الجمعة هيكون يوم أجازة، والسبت هيكون نادي مصر من المفترض كان المفروض أن هو يواجه الإنتاج الحربي، بس طبعا المباراة اتأجلت بسبب إصابة 19 فرد من فريق الإنتاج الحربي بكورونا. يوم الأحد مصر المقصة مع أسوان، والأهلي مع أمبي. احنا عندنا الحقيقه ماتشات ويك اند كروي، يبتدي من النهارده بالزمالك مع المصري زي ما قلتي، لغايه يوم الاحد ان شاء الله المباراه المرتقبه بقى بين الاهلي وامبي. خليني اقول لحضراتكم النهارده ضيفنا في حلقه خاصه ولقاء خاص جدا، اتمنى ان حضراتكم تستمتعوا بيه ان شاء الله، هيكون واحد من المدفعجيه. الحقيقه كان رجل يعني زي قاعده صواريخ كده، كتير من النجوم الاهلي الحقيقه اشتهروا بكونهم مدفعجيه، لكن يظل نجمنا النهارده صاحب بصمه خاصة جدا. كابتن محمود أبو الدهب هيكون ضيف السادسة النهاردة، وأتمنى أن اللقاء يحوز على إعجاب حضراتكم. خلينا نروح لأهم عناوين أخبارنا النهاردة. الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري. محمد شريف بيغيب عن مواجهة الأهلي وإنبي. طبيبي الأهلي حمدي فتحي جاهز للمشاركة أمام إنبي. اتحاد الكرة بيدرس وضع لائحة عقوبات على المخالفين لضوابط كورونا. ترابزونسبور التركي يسبق بشكتاش في خطوة حاسمة لضم النني. وأخيرا أندية الدوري الإنجليزي بترفض استمرار 5 تغييرات في الموسم الجديد.
برحب بحضراتكم من جديد ونبدا مع اخبار الاهلي. الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي رجع خلاص انه يواصل تدريباته النهارده على ملعب التاتش استعدادا لمواجهه انبي يوم الاحد اللي جاي في الدوري على استاد القاهره في الجوله طبعا المؤجله من الاسبوع ال15 بمسابقه الدوري. فايلر كنا عارفين ان هو منح اللاعبين امبارح راحه سلبيه من التدريبات في اطار طبعا الجدول الموضوع للاعبين استعدادا لعوده الدوري. طبعا احنا عارفين ان الاهلي المفروض يختتم تدريباته مساء السبت، وفايلر هيعلن عن قائمه اللاعبين اللي هتتواجد في معسكر مغلق باحد الفنادق الكبرى طبعا استعدادا لمواجهه ام بي. ده يخلينا نروح لسؤالنا المستمر مع حضراتكم لغايه قبل مباراه ام بي ان شاء الله. وكنت قلت لحضراتكم امبارح انه في اتفاق تقريبا غير معلن بين جمهور النادي الاهلي في استقرار على ده امبارح على 6 مراكز يخوض بيها الاهلي مواجهه ام بي: شناوي حراسه مرمى، علولو او علي مع كابتن علي معلول، وايمن اشرف، ومتولي، وهاني ورا، وفي النص السوليه وديانج. دول المراكز اللي اتحسمت. كنت قلت لحضراتكم ان في حيره شويه بين الاربعه اللي قدام، واعتقد انه اجاييه حسم تواجده بشكل كبير جدا. في منافسه بين الشيخ ووليد سليمان، وفي منافسه بين جيرالدو ومروان محسن على المركزين الباقيين، وافشل الحقيقه كابتن مجدي قفشه دخل في الصوره بشكل كبير. الموضوع موجود والتصويت على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر، وحضراتكم ممكن تشاركوا لغايه ان شاء الله يوم السبت او يوم الاحد قبل مباراه الاهلي ان شاء الله. نروح يا محمد شريف لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي والمعار لصفوف انبي لنهايه الموسم الحالي عن مباراه الفريقين. قال ان هو مش هيغيب عن مباراه الفريقين لانه في بند في عقد إعارة اللاعب لصفوف إنبي بيمنع مشاركة اللاعب لو الفريقين هيتقابلوا مع بعض. محمد شريف مستني قرار طبعا الجهاز الفني للأهلي بعودته لصفوف الفريق نهاية الموسم الحالي بعد إنهاء أو انتهاء إعارته. كمان كان مدرب إنبي أحمد قال إنه أحمد علي هيكون بديل محمد شريف، حدد البديل. أحمد علي عمل موسم كويس وفي الماتشات الودية كان ظاهر بشكل كويس. محمد شريف الحقيقة من المواهب الواعدة وهو من هدافين الدوري وعامل سيزون كويس جدا مع إنبي، وده اللي خلى الأهلي يفكر في عودته من الإعارة مرة تانية. والحقيقة يمكن عشان الأهلي دايما فريق بطولات، دي رسالة للشباب الصغير، رسالة للولاد اللي للأسف الشديد يعني بعد ما بيقضوا في الأهلي سنين بيكتشفوا إن هم مالهمش مكان في الفريق الأول، فالأهلي بيطلعهم إعارة أو حتى ممكن يكون في عقد بيع لفريق تاني. ده مش نهاية المطاف، بتبقى فرصة ليك إنك أنت تطور من أدائك وتطور من مستواك، وأكيد الخامة كويسة ما دمت كنت في يوم من الأيام بتلبس تيشيرت النادي الأهلي. شفنا محمد شريف الحقيقه قدم سيزون كويس جدا، وان شاء الله راجع الاهلي ويتالق ويضيف للفريق، يكون اضافه للفريق. عندنا ناس كثيره جدا الحقيقه، عندنا ولد انا بشوفه الحقيقه ممكن يكون مستقبل الكره في مصر، احمد حمدي اللي بيلعب في الجونه، احمد ياسر ريان. الحقيقه الاثنين دول تحديدا في رهان كبير جدا، انا اعتقد ان الولاد دول لو ركزوا هيكونوا اضافه كبيره جدا للاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. بمناسبه المباراه بتاعت يوم الاحد ان شاء الله، الجهاز الطبي للاهلي قال انه كابتن حمدي فتحي لاعب الفريق جاهز للمشاركه في مباراه ام بي، واوضح انه اللاعب تعافى تماما الحمد لله، الف حمد لله على السلامه، من فيروس كورونا اللي اصيب بيه من فتره، واصبح جاهز للمشاركه في المباريات بعد ما انتظم في تدريبات الفريق خلال الايام الاخيره. دكتور خالد محمود قال انه قرار مشاركه اللاعب في المباراه متعلق بقرار من الجهاز الفني طبعا بقياده السويسري فايلر. نروح بقى المسؤولين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اللي بيدرسوا وضع لائحة عقوبات على أي نادي هيخالف التعليمات الخاصة طبعا باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة اللي جاية. مسؤول الجبلية بيدرسوا اعتماد العقوبات واختار الأندية بيها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة يعني أن معظم التحذيرات الأخيرة كانت نقدر نقول تحذيرات شفوية. وقرار الدراسة ده جايب انه وضعت اللائحة غرامات او عقوبات على الاندية بعد الاصابات الكثيرة اللي طبعا ضربت عدد من فرق الدوري الممتاز بشكل مفاجئ، وعلى رأسها نادي الانتاج الحربي اللي تعرض لعدد 18 اصابة مرة واحدة، وتم تأجيل مباراته امام نادي مصر اللي كانت المفروض تتلعب يوم السبت اللي جاي علشان يستكملوا المسابقة بشكل طبيعي. يعني بصرف النظر عن فكرة العقوبات، واحنا شفنا يمكن كنا بنتكلم من يومين اثاره انه الاتحاد الاوروبي قرر ان هو يعمل عقوبه جديده على اي
لعيب يعني يكح في وش الخصم بتاعه او في وش الحكم، وممكن توصل لفكره انذار او طرد. لكن الحقيقه اللي يهمنا اكتر كمان قبل ما تتضح فكره العقوبات هي الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه اللي قبل كل مباراه، فكره التاكيد على سلامه اللاعبين وطاقم التحكيم واجراء المساحات بشكل والإداريين دولي اللي بيشاركوا فيه او اللي داخلين ملعب المباراه، ده في حد ذاته طبعاً نقطه في غايه الاهميه، وتضمن ان شاء الله عدم اصابه اي احد بفيروس كورونا. لانه الحقيقه زي ما قلتي برضو يا ساره، الاهم انه نخلص بطوله الدوري 30 اكتوبر زي ما اللجنه الخماسيه بتستهدف. نروح مع حضراتكم للكلام على النني، والنني الحقيقه ابس اند داونز، يعني شويه نلاقيه متالق و منور كده وفي فورم عالية جدا، وشوية تانية نلاقيه متراجع مستواه مش مستقر. اتعرض لأكثر من موقف صعب في مشواره، خصوصا طبعا ان هو يتنقل من الدوري الانجليزي احد اقوى دوريات بالعالم مش بس اوروبا، ويروح الدوري التركي يمكن تكون خطوة لورا، لكن منها ممكن ينطلق النني مرة تانية. التقارير الصحفية بتقول انه نادي ترابزون سبورت تركي اعلن استعداده انه يتحمل راتب محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي عشان يضمه خلال الصيف بعد ما انتهت اعارته طبعا مع منافس نادي ترابزون نادي بشكتاش. زي ما قالت صحيفة فاناتيك التركية، فان مسؤولي ترابزون التركي رحبوا ان هم يتحملوا كل التكاليف الخاصة بمرتب محمد النني، بيصل مرتبه تقريبا في السنة الواحدة في حدود 1.5 مليون مليون يورو عشان ياخدوا او يحصلوا على خدمات الدولي المصري على سبيل الاعار. واضافت كمان انه نادي بشكتاش بيحاول في الوقت نفسه انه يجدد كمان الاعاره لمحمد النني واللي لعب في صفوف بشكتاش خلال الموسم الاخير على سبيل الاعاره، مع احتفاظه باحقيه شرائه النهائي مقابل مبلغ متحدد بحوالي 18 مليون يورو. في بعض التقارير الصحفيه كشفت الحقيقه في وقت يمكن قبل كده انه نادي ترابزون سبور التركي تقدم بعرض رسمي بالفعل الأرسنال عشان يضم محمد النني على سبيل الإعارة، وده هيكون بداية إن شاء الله من الموسم المقبل. خليني أقول لحضراتكم أنه النني السيزن ده لعب في تركيا مع بشكتاش حوالي 36 ماتش، سجل من خلالها هدف وحيد، وكان ليه 4 تمريرات حاسمة أو 4 أسيست قدر أن هو يسجلهم في متهيألي عمل موسم مع كويس بشكتاش. مع بشكتاش يا احمد بس كانت التشكيله المثاليه الجوله الاخيره لما بتقارني السيزون الاول مع ارسن فينجر في ارسنال لمحمد النني، وتقارني محمد النني النهارده لا يعني لا في فرق كبير يعني جدا في المستوى. يعني انت كنت مقتنع بادائه مع ارسنال في اول سيزون؟ اعتقد انه كان في بدايه مبشره جدا، لكن حصل تراجع. يعني هو قادر طبعا واكثر قدره ان هو يحدد اسبابه، لكن النني عنده اكثر من كده بكثير، ويستحق ان هو يلعب في دوريات اقوى من الدوري التركي كمان. نروح لتقارير صحفيه انجليزيه قالت ان انديه الدوري الانجليزي الممتاز بترفض استمرار العمل بلائحه الطوارئ اللي اقرت في الموسم الجاري بالسماح باجراء 5 تبديلات في المباراه الواحده بدل 3 تبديلات. صحيفه تيليجراف قالت ان في 11 فريق من اصل 20 صوتوا ان هم ما ينفذوش القانون ال5 تبديلات ده في الموسم اللي جاي، وطبعا كده من المفروض انه هيعود نظام التبديلات الطبيعي بدءا من الموسم الجديد ده، وهيبقى كل نادي ليه بس 3 تغييرات علشان يبقى ليه 3 تبديلات خلال اللقاء، رغم ان الفيفا سمحت للاتحادات كلها بموضوع تطبيق الخمس تبديلات. الغريب ان الانديه، هو مش غريب بس هو الانديه اللي صوتت ضد القانون ده هي الانديه اللي لسه طالعه دوري الدرجه الاولى، ليدز، فولم، ويست بروميتش، الانديه ال6 الاولى كانوا يعني مع القرار ده. الانديه القليله اللي لسه طالعه بتقول انه يعني ده هيبقى بيدي بريفليج او ميزه اكتر للفرق الكبيره المقدمة. لان دكه الاحتياطي بتاعها احسن بكتير. يعني هي ليها بروز وكونز، يعني لما نفكر بالمنطق ده طبعا ممكن تدي، بما انه دكه البدلاء عند معظم الانديه الكبيره زي المان سيتي وزي مانشستر يونايتد تشيلسي مثلا مع القرار جدا، يعني نفسه جدا ان يبقى فيه 5 تبديلات. لكن على الناحيه الثانيه برضو انا بتهيألي دي حاجه ليها علاقه بالفتنس والاستامينا بتاعت الفرق. يعني بتهيألي الفرق المؤخره دايما بتعاني دايما في اخر ربع ساعه بدنيا قدام الفرق الكبيره، فبالتالي بيتهيألي انها ممكن تبقى عايزه نفس، عايزه دم يعني فريش في الملعب يقدر يديهم باور ان هم يكملوا 90 دقيقه بنفس المستوى. على كل اكيد في حسابات بين السطور بتحسم القرارات اللي من النوع ده. نروح لانتر ميلان، ويمكن سوء الانتقالات السنه دي يمكن عشان فيروس كورونا، ممكن يمكن عشان المشاكل الماليه اللي بتعاني منها الانديه، لكن الحقيقه
ما نقدرش نقول عليه موسم قوي. في كلام كتير عن بعض النجوم في اوروبا في الوقت الحالي، منهم مثلا التشيلي أليكسيس سانشيز اللي برضو زي النني ماشي على سطر وبيسيب سطر، يعني احنا ما حسيناش في بي قوي في البارسا، لكن راح بعد كده ارسنال عمل سيزن ولا اروع، يكاد يكون الاروع في تاريخه كله. اتنقل بعدها المان يونايتد، توقعنا انه المسيره يعني تكمل، لقينا انه يعني رجع تاني لنفس الاداء المخيب للامال وما كانش على المستوى، عشان كده تمت اعارته لنادي انتر ناسيونالي الايطالي، فريق الانتر بشكل مؤقت يعني. لكن النهارده تم الاعلان انه هينتقل بشكل مجاني لمده 3 مواسم تنتهي في 2023، وهيلعب مع فريق الانتر اللي بعتقد انه الى حد كبير مع الانتر قدر يستعيد جزء من مستواه. واعتقد انه التجربه بتاعته في اولد ترافورد الحقيقه كانت صعبه جدا، لقى نفسه بشكل كبير جدا مع الانتر، ويعني اعتقد الانتر الحقيقه عمل تشكيله اكتر من رائعه. صحيح بقت معظم الفرق في اوروبا يا ساره بتستهدف نجوم الانتر دلوقتي، عمل سيزن كويس لا باس بيه، مكمل في اليويفا كاب او اليويفا ليج، واخد مركز ثاني في الكالشو، فاعتقد سيزن كويس بالنسبه للانتر. موافقة معايا؟ موافقة معايا. طيب خلينا نروح لروما، إيه أس روما بقى؟ نروح لنادي روما الإيطالي. النهاردة أعلن بيعه للملياردير الأمريكي فراتكن مقابل 591 مليون يورو، وعن طريق موقعه الإلكتروني أصدر بيان رسمي أوضح خلاله تفاصيل الصفقة دي، وقال إن العقود الرسمية تم توقيعها مساء أمس الأربعاء. من جانبه قال كمان جيمس رئيس النادي الإيطالي إنهما وقعوا العقود، وخلال الأيام المقبلة هيكون في الإجراءات، هتكمل الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي. أضاف كمان إنه خلال الشهر اللي فات ده دان فراتكن كشف عن التزامه الكامل بإتمام الصفقة، وإنه على ثقة تامة بخبراته اللي هتقود النادي ده لمستقبل أفضل. كان في طبعا مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بقيادة بلوتا اشترت النادي في 2012. 600 مليون يورو كتير. 600 مليون يورو ده مبلغ خرافي، مبلغ احنا بنتكلم في اكتر من ايه، 100 مليار. انا في الارقام طبعا كسرين 100 مليار. على كل الاحوال واحد من اكتر الانديه طبعا، واحنا في جمهور كتير في مصر كان بيشجع روما لانه واحد من اهم اسباب انطلاقه صلاح المو في اوروبا كان نادي اس روما، وقدم معايا الحقيقه اداء عالي المستوى. خلينا نشوف تقرير مع حضراتكم يجاوب عن سؤال، هل حسم الأهلي لقب الدوري؟ نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة. طبعا لسه ان شاء الله البطولة ما اتحسمتش، لازم اللعيبة ترجع في دماغ الكلام دوت، عندها اصرار عندها عزيمة ان هي تحسم البطولة بفرق النقط. لا لسه لسه لسه، بس بإذن الله بإذن الله بإذن الله ان هو ان شاء الله يحققها يعني. واهم حاجة عندنا بطولة افريقيا يا بابا، احساس اللي هو خلاص، بس هو برضك لازم الاهلي يلعب ويعني يركز برضك على افريقيا، ويبقى مركز على افريقيا اكتر عشان الدوري انا بالنسبه لي خلاص يعني شايفه ان شاء الله بتاعنا. والله هو لسه الدوري في الملعب، بس بعد ال 16 فوز المتتالي طبعا اللي احنا حققناهم الدوري الاول، فالاهلي بنسبه كبيره جدا، وبعد طبعا الماتشات الوديه اللي احنا شفناها والاداء العالي اللي الاهلي بيقدمه مع مستر فايلر، فالاهلي بنسبه كبيره ان شاء الله حسم الدوري. لا مفيش كلام طبعا، النادي الاهلي قدر يحسم درع الدوري بكل تاكيد، وهو اصلا ناقص الدور الثاني يعتبر، وان شاء الله حسمناه اصلا خلاص بنسبه 90% اتحسم. والله واحنا النادي الاهلي دايما علمنا ان طالما عدد المباريات يعني وعدد النقط لسه فيها كلام، بس انا بخبرتنا يعني عن النادي الاهلي ان خلاص الاهلي زي ما بيقولوا كده بيعلى الدوري خلاص ما بينزلش، بس طبعا انا اتوقع ان النادي الاهلي حسم الدوري. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، رجعنا لحضراتكم في السادسه. وخليني بس افكر حضراتكم كل متابعينا انه
سؤالنا موجود على كل السوشيال ميديا او على صفحاتنا في السوشيال ميديا على تويتر وعلى الفيسبوك زي ما حضراتكم شايفين كده. مطلوب من حضراتكم تشاركونا برايكم فيما يتعلق بالتشكيل الامثل اللي هيواجه او اللي هيلاعب فرقه انبي ان شاء الله يوم الاحد اللي هيمثل النادي الاهلي طبعا. وزي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه في بعض المراكز محسومه. كان في كلام الحقيقه في الفصل كنت بتكلم على الزملاء في كلام بيتردد عن موقف مشاركه اجاييه وياسر ابراهيم. احنا عارفين طبعا ياسر ابراهيم بصرف النظر ولكن انا هجيب لحضراتكم التفاصيل طبعا من مصادر موثوق فيها. كان بيتقال ان هما الاثنين اجاييه وياسر ابراهيم عندهم ايقاف. ياسر كده مش هيلعب مباراه لانه حضراتكم عارفين اصابته هتستغرق يمكن من اسبوعين لثلاث اسابيع ويرجع لنا بالسلامه. ايه موقف اجاييه وايه موقف تمرين فريق النادي الاهلي النهارده؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم. هنروح دلوقتي لمراسلنا من داخل النادي الاهلي شريف شعبان نعرف اخر التفاصيل الخاصه بفرقه النادي الاهلي وتمرينه النهارده. مساء الخير يا شريف. مساء الخير احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وبرنامج السادسه. زي ما تفضلت وقلت كل اخبار النادي الاهلي خاص وحصريه على شاشه قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي النهارده كان تمرينه بعد راحه 24 ساعه بدا في الخامسه والنصف. يمكن الخبر المفرح لكل جماهير النادي الاهلي النهارده مشاركه طبعا اللاعب حمدي فتحي لليوم الثاني على التوالي ومشاركه ايضا اللاعب محمود وحيد بعد العوده من الاصابه. يمكن الاثنين موجودين فعلا في تمرين النادي الاهلي. احنا كنا مصورين طبعا او كنا متابعين تمرين النادي الاهلي اول نص ساعه، لكن طبعا اداره النادي الاهلي ان هو او اداره الكره في النادي الاهلي في نظام، فلازم بعد مرور نص ساعه طبعا يكون كل الكاميرات خارج ملعب التتش حرصا على سريه وشغل مستر ريني فايرر طبعا، لان الراجل بيشتغل بقاله اربع خمس ايام على مباراه انبي المقبله، فطبعا من حقه جدا ان ما حدش يصور كل اللي بيحصل داخل التمرين. زي ما طمنتك على محمود وحيد وحمدي فتحي اطمنك على ايمن اشرف. يمكن ايمن اشرف احنا عندنا مشكله في خط الدفاع، ما فيش غير محمود مي متولي، فانا النهارده كان لي لقاء مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ان قال لي هيعمل له تيست لايمن اشرف قبل التمرين وهنشوف النهارده فعلا ايمن اشرف. يمكن اتعمل له تيست وبدا يجري حوالين الملعب، يمكن الظاهره او الشواهد كلها بتقول باذن الله هيكون باذن الله بنسبه كبيره، مش اكيد ولكن بنسبه كبيره هيكون باذن الله موجود في مباراه انبي يوم الاحد. كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم معانا وقال اجاييه موجود بالفعل من حقه يشارك في مباراه انبي المقبله حسب الرؤيه الفنيه لمستر طبعا ريني فايرر، لكن ياسر ابراهيم زي ما احنا عارفين عنده اصابه في الكاحل، بتتكلم باذن الله في اسبوع 10 ايام يمكن بدا الجري الخفيف النهارده في التمرين، فباذن الله يعني السرعه في الشفاء موجوده مع ياسر ابراهيم باذن الله. بنامل ان ما ياخدش مده طويله في العوده مره اخرى. محمد محمود ايضا العايد من رباط صليبي بيجري التمرينات التاهيليه ويمكن خلاص بتتكلم في اسبوع 10 ايام باذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه في التمرينات. حسين الشحات يمكن هو اللي لسه بنتكلم في ثلاث اسابيع باذن الله واقل باذن الله ويكون موجود مع باقي زمايله. شريف خليني اعرف منك لو سمحت يمكن كان في كلام على موقف اجاييه من المشاركه وهل في ايقاف قبل التوقف طبعا بسبب فيروس كورونا بالنسبه لاجاييه، لانه الحقيقه يمكن زي ما زمايلي حتى اكدوا لي دلوقتي انه كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول انه موقف اجاييه من المشاركه ما فيهوش اي مشكله وانه يعني اذا كان طبعا رؤيه ريني فايلر مشاركه اجاييه هيشارك في اللقاء عادي جدا. طبعا اجاييه بطمنك اجاييه موجود بكل قوه في تمرينات النادي الاهلي ويحق لاجاييه المشاركه مع فريق النادي يوم مع فريق طبعا الاهلي يوم الاحد في مباراه انبي، ولكن طبقا للرؤيه الفنيه لمستر ريني فايرر تعرف السوشيال ميديا وبعض المواقع بتكتب كلام من وحي الخيال، ولكن بطمنك اجاييه موجود متاح لفايرر لو حب يشركه في اي وقت في المباراه متاح جدا. اجاييه واجاييه من الورقه الرابحه للنادي الاهلي في الفترات الاخيره اذا كان طرف شمال او طبعا بيقوم بدور الفيرود او المهاجم الصريح للنادي الاهلي. ما شاء الله نمسك الخشب ماشي كويس جدا في تمرينات فريق النادي الاهلي. زي ما قلت لك فايلر شغال على التكتيك بتاع المباراه ويمكن التحفيز الخطط والجمل الفنيه للاعبي النادي الاهلي بقاله اربع خمس ايام ومركز جدا لهذه المواجهه. الستارت بتاع النادي الاهلي ويمكن عمل لهم محاضره قبل بدايه التمرين وحذر فيها من فريق انبي اللي اتفرج على ثلاث اربع مباريات ليه او ملخص لمباريات انبي، حذر من خطوره فريق انبي طبعا معاه مدير فني كبير هو الكابتن حلمي طولان وقال للعيبه ما نستهترش بهذه المباراه ولازم
لازم الستارت بتاعنا يكون قوي جدا ويبين لكل جماهير النادي الاهلي ان فريق النادي الاهلي اصبح جاهز للعوده مره اخرى علشان كمان يبقى جاهز اكتر لمباراه الوداد في افريقيا باذن الله. اللي بنتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي في كل مبارياته الفتره المقبله وبالاخص مباراه الوداد ويتوج طبعا بالنجم التاسع او باللقب التاسع. زي ما قلت لك النهارده التمرين كان الساعة 5:30، بكرة الصبح هيكون الساعة 9:30 لأن هيكون في مسحة زي البروتوكول الطبي طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة طبعا وزارة الصحة والدكتور محمد سلطان. بكرة هيكون في مسحة بعد التمرين اللي هيكون صباحا، وبإذن الله ننتظر النتيجة يوم السبت عشان بإذن الله يكون المسحة بإذن الله تكون إيجابية ويكون اللعيبة كلها متاحة لفايرر عشان يتمرن يوم السبت الساعة 4:30 ويخش من بعدها معسكر ليلة مباراة إنبي اللي نتمنى بإذن الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي فيها. أنا معاك يا أحمد، لو أي استفسار أي سؤال أنا معاك. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من داخل النادي الأهلي. دي كانت الحقيقة آخر التفاصيل الخاصة بتمرين النادي الأهلي، وزي ما قلنا لحضراتكم الحقيقة أنه يعني في طبعا احنا بنتكلم على 72 ساعة تقريبا بتفصلنا عن مباراة الأهلي وإمبي، وزي ما قلنا لحضراتكم المران النهاردة كان يعني بيغلب عليه حالة تركيز عالية جدا. نتمنى طبعا أنه احنا طبعا حضراتكم عارفين أنه الأهلي سابق بكثير جدا في ترتيب الدوري العام، واعتقد انه هتكون فرصه على الاقل ماتشات شهر اغسطس على الرغم ان فيها مواجهات ثقيله ومنها مواجهه الزمالك ان شاء الله يوم 22، لكن اعتقد انها تكون فتره اعداد كافيه كمان تدخل لعيبه فورمه ماتشات وتجهزهم ان شاء الله للمباريات الاهم في قبل النهائي ان شاء الله بطوله افريقيا لدوري الابطال امام الوداد المغربي. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه نستكمل بقيه فقرات. برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقة عندنا نماذج مشرفة كتيرة قوي في مصر رفعت اسم مصر وشفناها في محافل رياضية عالمية مختلفة. النهاردة هنتكلم عن واحد من النماذج دي، السباح المصري سيد الباروكي، وده اللي حاصل على الجانس ريكورد في القفز من الماء باستخدام الزعانف، واللي بيستعد دلوقتي ان هو يعبر المانش بالزعانف لأول مرة في التاريخ. باروكي الحقيقه عمل تجارب اداء من قبل يعني في مرسى النادي من مرسى النادي الاهلي على النيل في وجود كابتن محمود الخطيب، كمان في وجود الدكتور اشرف صبحي اللي قال وزير الرياضه اللي استقبل السباح العالمي واكد ان الوزاره حريصه على مصلحه جميع اللاعبين المصريين في مختلف اللعبات، وطبعا في مقدمتهم اللاعبين اللي رفعوا علم مصر وحققوا ميداليات ومراكز متقدمه في البطولات العالميه. وكمان قال ان الوزاره اكيد هتقدم كل الدعم الممكن خلال الفتره اللي جاي للاعب. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم. انا اسمي سيد الباروكي، لاعب سباحة محترف في نورد بداني الإيطالي في ميلانو، صاحب رقمي في موسوعة جينيس ريكورد في قفز الدولفين، بطل في سباحة الزعانف من سنة 2003 مع المنتخب الوطني، شاركت في ثلاث كأس عالم مع المنتخب الوطني باسم مصر 2003 2007 2009 في مصر وفي إيطاليا في باري وفي سان بيترسبورغ في روسيا، والحمد لله حققت في مراكز متقدمة الحمد لله في الثلاث بطولات العالم. أنا احترفت من 2006 في إيطاليا الحمد لله رب العالمين، جبت مراكز كويسة مع النادي بتاعي أول عالم أندية كذا مرة في تتابع، دخلنا في مراكز متقدمة على العالم باسم النادي الإيطالي. قفز الموضوع بتاع جينيس ريكورد كان 2011، كان في الموسوعة العالمية جينيس ريكورد جمعت 40 سباح اللي هم يعملوا الريكورد العالمي لقفز الدولفين، يعني ايه البني ادم يطلع من تحت المية من عمق 4 متر لأقوى مسافة فوق المية، كان الريكورد الرقم العالمي كان 1.80 متر. الحمد لله ربنا قدرني في 2003 في 2011 عملت 2 متر في شهر 3/2011، وبعد كده الحمد لله في نفس السنة حطمت الرقم جبت 2.05 متر في بكين. أول رقم كان في ميلانو وتاني رقم كان في بكين، والحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي الرقم باسمي ما حدش كسره. عملت رقم في 1500 من سنة 2007
رقم عربي افريقي، اول رقم يقعد اكتر من 13 سنه لحد 2019، محدش حطمه، الرقم تم تحطيمه 2019. والحمد لله رب العالمين، كان عن حلم من احلامي ان اخش متوقع الجنس مره واحده، الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني دخلت مرتين. Dai, velocemente! È rimasto in gara. Stefano Figini, già pronto, via, in acqua. Dobbiamo accelerare il ritmo oramai perché sappiamo come funziona. Complimenti al nostro egiziano. السباحة بالزعانف لعبة ممتعة، هي صعبة شوية بس ممتعة، تختلف عن السباحة القصيرة والسباحة الكلاسيك. الزعانف أداة زي عروسة البحر، زي الدولفين، زعنفة الدولفين. زعنفة واحدة بتخش فيها رجليك الاثنين، اسمها الزعانف المونو. بيبقى جسمك كله مفرود لقدام، واللي شغال وسطك ورجليك بس، تمام؟ فلازم انت مروناتك تكون عالية جدا عشان خاطر تقدر تمشي بالزعنفة دي. الحمد لله رب العالمين، عملت لحد دلوقتي مع كابتن خالد شلبي عومتين وعمل في الغردقة في درجة حرارة المية 13 في شهر 12 اللي فات، والحمد لله رب العالمين تاني عومة كانت برعاية الكابتن محمود الخطيب، وأنا حابب أشكر من خلالكم كابتن محمود الخطيب على دعمه المباشر، كان موجود في النادي الأهلي يوم العومة، وهو اللي اداني إشارة البداية، ويمكن دي في أول مرة في تاريخ اللعبة في مصر إن الكابتن محمود الأسطورة محمود الخطيب إنه يدي إشارة بداية لسباح مونو في نهر النيل، ودي كانت يعني دي فريدة من نوعها، ودي حاجة أعتز بها شخصيا. والكابتن الخطيب اداني هدية تيشيرت النادي الأهلي، واداني هدية درع من دروع النادي الأهلي، فدي كانت حاجة جميلة بالنسبة لي تسجل في تاريخي. يعني عندي حلم تاني دلوقتي اللي هو حلم عمري، عبور المانش، إن أنا عبر المانش أكون أول حد يعبر المانش في العالم بالزعانف المونو، مسافة 33 كيلو من دوفر إنجلترا لفرنسا كالي، وده حلم من أحلامي وأنا بتمرن عليه، وموت نفسي إن أنا أحقق الحلم دوت وأرفع على في مصر. الحقيقة حاجة مشرفة جدا وبنفتخر بيها كلنا ان سباح مصري يدخل موسوعة جانس مرتين. كمان في نماذج مشرفة اكتر الواحد بيفتخر بيها في مجال الالعاب الاخرى، مثلت مصر ورفعت علم مصر في مناسبات وبطولات كبيرة، كل التوفيق ليهم جميعا. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع الاعلامي المتميز احمد سمير. أحد أبرز المدافعين المتميزين في تاريخ النادي الأهلي، كان يطلق تسديدات صاروخية بقدمه اليمنى التي وهبها الله له لتهز شباك المنافسين بلا رحمة. المدفعجي محمود أبو الدهب واحد من رواد خط دفاع القلعة الحمراء، من أهم مراكز القوة في فترة التسعينيات، استطاع بعشقه للفانيلة الحمراء وبجهده أن يقدم كل ما هو غال ونفيس وأن يرفع راية الأهلي في عنان السماء. انتقل محمود أبو الدهب إلى صفوف الأهلي قادما من فريق المريخ البورسعيدي، والذي لعب ضمن صفوفه موسمين، ويعد أبو الدهب أشهر من ارتدى القميص رقم 19 وأفضل من شغل مركز الليبرو في تاريخ النادي الأهلي، فهو يملك قدما يمنى من ذهب عيار 24 بمثابة قاذفة صواريخ دكت العديد من مرمى الخصوم. مثل أبو الدهب مصر والنادي الأهلي في العديد من المحافل الدولية كالبطولات الإفريقية والعربية مع الأهلي وبعض المباريات الدولية مع المنتخب الأول، وكان لاعبا أساسيا بالمنتخب العسكري،
وتراجع أكثر من مرة عن الاعتزال وعاد للكرة بعد إلحاح بعض قيادات الأندية مثل المهندس حسن فريد الذي أعاد أبو الدهب بعدما اعتزل بشهور ولعب للترسانة وأدى بشكل رائع. لعب المدفعجي للعديد من الأندية وبدأ مشواره بنادي كفر العلو بحلوان قبل أن ينضم لناشئي الزمالك الذين ندموا على رحيله بعد تألقه مع الأهلي، وبعدها انتقل لنادي المريخ البورسعيدي عام 1990، ثم انضم للنادي الأهلي الذي شهد أداء راقيا لأبو الدهب في الفترة من عام 1993 و1997 قبل أن يترك الأهلي ليحترف بنادي تيرول النمساوي وسط حزن الجماهير الأهلوية. وبعد رحلة احتراف قصيرة بالدوري النمساوي توقع الجميع أن يعود أبو الدهب لبيته ليقود الدفاع الأحمر من جديد. عاد اللاعب من جديد للدوري ولكن كلاعب للنادي المصري البورسعيدي الذي شهد تألق شقيقه الأكبر مصطفى أبو الدهب في ثمانينيات القرن الماضي، ثم تنقل أبو الدهب بين الأندية فانضم لجولدي الصاعد حديثا للدوري الممتاز وقتها وقدم أداء راقيا في نهاية التسعينيات، بل وسجل هدفا قاسيا في مرمى عبد الواحد السيد من تصويبة صاروخية كالعادة أقصت الزمالك من كأس مصر على يد جولدي الصاعد تحت قيادة ابن الزمالك محمد صلاح. بعد جولدي انتقل للترسانة ولعب موسمين رائعين سجل فيهما العديد من الأهداف الصاروخية من الضربات الحرة المباشرة، كان أشهرها أيضا في مرمى الزمالك، ولكن هذه المرة احتضنتها شباك محمد عبد المنصف في الدوري العام عام 2004، ثم انتقل لبلدية المحلة ومن ثم للشمس بالدرجة الأولى قبل أن ينهي مشواره الكروي في هدوء. وبخلاف أهدافه الصاروخية المعروفة إلا أن أجمل أهدافه مع الأهلي كانت في مرمى الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية في 17 فبراير عام 1997، وكان هدفه في الدقائق الأولى مفتتحاً السداسية الشهيرة بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب وراوغ كل من واجهه من دفاع الإسماعيلي حتى أصبح في مواجهة لسيد السويركي حارس الإسماعيلي، ثم وضع الكرة بهدوء على يساره بشكل رائع. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في السادسة. الحقيقة ما نقدرش نشك أبدا في قدرة الجماهير على أنها تعرف وتفرز وتتأكد وتفرق ما بين المخلص والمنتمي واللي ولاؤه للكيان بدون أي مصلحة حتى ولو كان المشوار مش طويل قوي. ومنهم نجمنا النهاردة في السادسة الحقيقة صاحب بصمة كبيرة جدا في الدفاع وفي الهجوم. خليني أقول لحضراتكم على مر عصور طويلة كان في كتير من الأسماء الرنانة اللي أطلق عليهم المدفعجية في كل عصر وفي كل تيم تلاقي واحد مشهور بأن هو الشويط بتاع الفترة دي، لكن الحقيقة ضفنا النهاردة ما كانش مدفعجي، كان قاعدة صواريخ. في عرف الكورة لما بيجي ضرب الجزاء للفريق بتبقى إلى حد كبير جدا عند الجمهور هدف محتمل بنسبة 90-95%. هو القاعدة معايا كانت مختلفة، هي الكورة مدام فاول من بعد خط السنتر هي بالفعل هدف محتمل، وياما الحقيقة متعنا بجوان كتير جدا من تصويبات صاروخية من كل مكان في الملعب، مرة من الحركة ومرة من الثبات، لكن الحقيقة زي ما قال التقرير وزي ما شفنا واحد من أروع أهدافه اللي بيفكرنا ببداياته، لأنه في الأساس قبل ما يكون صخر الدفاع بدايته في الكورة كانت مهاجم، كان هدفه في مرمى الإسماعيلي في مباراة السداسية الشهيرة. كابتن محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر يعني ضفنا النهاردة في السادسة، أهلا بيك يا كابتن يعني محمود. أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، يعني بشكركم جدا على التقرير، أنا حاسس إن أنا فعلا قاعد في بيتي وده بيتي فعلا النادي الأهلي، غير إن إحنا بنحب النادي الأهلي يا أستاذ أحمد. النادي الأهلي ده فعلا خيره علينا وعمرنا ما ننسى أفضله علينا كتير جدا، وانا بقولها دايما ان انا اهلاوي، يعني مش عايز اقول لك اهلاوي ابا عن جدا يعني، فالنادي الاهلي ده في دمنا ونحبه جدا، لا بنحبه عشان مصلحه ولا عشان حاجه، لكن احنا بنحب النادي الاهلي فعلا، واحنا كنا بنخلص له واحنا كنا بنحبه
بشكل كبير جدا الحمد لله. انا شرف ان انا موجود ان انا معاك جدا. الحاجه الثانيه يمكن انا عايز اشكركم على التطور اللي حصل في القناه, وده مبروك على جماهير النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. احنا سعداء جدا بالتطوير اللي موجودين, حتى في ناس كل الناس القائمين عليها عليهم اطلاله جميله جدا, وانا بشكركم عليها وسعيد جدا بيكم. ده اقل شيء ممكن يحصل يا ليق بكيان زي النادي الاهلي وبجماهير عظيمه زي, وده اللي احنا بنستناه من النادي الاهلي, ان التطوير دايما على طول, وده عشمنا في النادي الاهلي كلعيبه النادي الاهلي او الناس منتمين للنادي الاهلي, وكل حد بيتحمل المسؤوليه في اكبر موقع او اصغر موقع في القناه بيتعهد لجمهور النادي الاهلي بان التطوير ان شاء الله يكون مستمر. خليني ارجع لك بالذاكره, مش هروح بعيد قوي عشان ما اكبركش, بس انا بتهيألي انت قضيت في الاهلي 4 سنين او 4 مواسم كانوا بيتهيألي فتره مهمه جدا في تاريخ محمود ابو الدهب. يعني عايز اقول لك يا احمد, انا لو انا كان بايدي انا ما امشيش من النادي الاهلي, اقعد العمر كله في النادي الاهلي, ودي حقيقه. وانا فعلا يمكن عايز اقولها وانا مع حضرتك ان انا كنت رافض الاحتراف وان انا اسيب النادي الاهلي. يعني انت ما كنتش عايز تروح تيرول اساسا؟ ولا عايز اروح تيرول ولا عايز احترف ولا عايز اسيب النادي الاهلي. على الرغم انه كتير من اللعيبه يعني بتبقى بتبص الاحتراف في اوروبا يعني يمكن انا لو حكيت لك موضوع الاحتراف ده هتستغرب جدا. حتى المدير الفني اللي هو كان موجود في مباراه الاسماعيلي في الماتش ده كان مدرب اسمه قسطنطين, هو الماسك تيرول النمساوي, وكان جاي لهشام حنفي. يعني هو جاي يتفرج على هشام حنفي مش جاي يتفرج على محمود ابو الدهب خالص يعني. فانا فوجئت بالله يرحمه كابتن ثابت البطل بيناديني, هو كابتن احمد ماهر كان مدرب عام الفرقه, كان معاه مستر هولمان, وقال لي يا محمود ان الراجل المدرب المدير الفني بتاع الفريق معجب بيك وعايزك انت. قال انا عايز رقم 19 ومش عايز رقم 8 يعني. فانا حتى اتفاجئت قلت له يا كابتن انا ما افكرش ان انا اسيب النادي الاهلي. فلقيت يعني موجه شديده عليا ازاي ورافض الاحتراف والكلام في الوقت ده. قلت لهم يا جماعه انا بلعب في النادي الاهلي, انا عايز اروح حته. حتى على فكره وفي مفاجاه يعني مستر هولمان كمان قال لي لا ما تروحش. ايوه كان ساعتها المدير الفني في الفتره دي قال لي لا انا شايف لك حته احسن ونادي احسن في مكان احسن. فيمكن هي ده الصدفه ان انا احترفت فيها يعني. انت اتمرنت مع مين في الاهلي؟ يعني اتمرنت مع مستر هاريس اول سنتين. آلان هاريس. آلان هاريس الله يرحمه طبعا توفى. أيوة. وبعد كده لما جه مستر هولمان قعدت معاه برضه معاه سنتين. يعني هم على فكره من المدربين اللي لهم بصم على محمود ابو الدهب في الفتره دي يعني. فمن المدربين المحترمين او اللي هم طوروا من اداء محمود ابو الدهب يعني. انا اعرف ان قصه لعبك في مركز الليبرو ابتدت بالصدفه. لا يعني هي مش بالصدفه بامانه. انا هحكي لك يا استاذ احمد, يمكن انا كان مستر هاريس بيعتمد عليا, يمكن هو قعد معايا كتير جدا وقال لي يا محمود ان انت عندك حلول ان انا لما يكون مدير فني عندي موجود او يكون عنده لعيب زيك ان انت بتلعب في كل المراكز او ان انت تقدر تقدر تشغله مراكز كتير جدا. على فكره يمكن انا لعبت مع مستر هاريس في اوقات صعبه كتير جدا, لعبت باك رايت, لعبت سيرد باك, لعبت ديفندر, يمكن لعبت فيرود على فكره. يمكن انا عاوز اقول لك على حاجه, يمكن انا لو قلت لك ان الحاجه الوحيده اللي كنا كنتها في جول. انا هحكي لك على موقف حصل يا استاذ احمد. في كنا احنا بنلعب ماتش, انا فوجئت ان انا بره ال20 وكان مستر هاريس مش موافق ان انا ابقى موجود بره, بس ما تعرفش راح مناديني بعد التمرين فقال لي يا محمود انت مش رايح معانا المعسكر الماتش ده. فانا حزنت جدا يعني. هو الراجل كان على طول بره يعني, انا موجود في ال18 يعني مش بره. فانا قلت له خلاص يا كابتن يا مستر هاريس كان ما سالتوش على السبب ايه؟ ما سالتوش. انا قلت له طب ايه في حاجه؟ قال لي انا بص يعني هو لو قلت لك ان هو حزين ان هو بيقول ان انت بره ال20 مش هتصدق. هو نفسه ما كانش هو نفسه انك ما تعرفش ليه يعني. ممكن يكون في حاجه بين الجهاز بيتشاوروا مع بعض. انا فوجئت بعديها الساعه 12 بالليل جالي تليفون ان انت تبقى موجود في المعسكر ماتش المصري. قال لي يا محمود ان انت هتبقى موجود في الماتش. فاخدت شنطتي وروحت. ما كانش في موبايلات على ايامنا. أيوة. تليفون البيت بيرن واتفاجئ ان انا موجود في البيت. فبصيت لقيته راح جاي. ايه السبب؟ فانا دخلت اتعشيت وبعدين طلعت الاوضه بتاعتي عشان انام بقى واستريح. انت عامل حسابك انك بره انا خلاص انا موجود بره. لا ده انا بلعب اساسي. انا فوجئت ان كابتن ابراهيم حسن في الوقت ده كان موقوف من الاتحاد الافريقي. فانت الطبيعي ان انت عشان لعيب يبقى تاخد من اللعيبه. فبصيت لقيت ان انا موجود. لا وكمان ربنا بيكرمك ان انت بتحرز هدف. يعني بتجيب هدف وبتعمل الهدف الثاني للكابتن محمد رمضان. ساعتها يعني الراجل كان في فرحه شديده جدا. الموسم ده انا لعبت كل المراكز. فجيت بعديها بقى السنه خلصت وخدنا دوري وخدنا كاس في الفتره دي. فقلت له مستر هاريس انا عايز مكان احط فيه كل امكانياتي, انا عاوز العب.
انا مش هقعد العب ليبرو والعب سيرد باك، انا عاوز العب، عايز تثبت يعني، انا عاوز اركز تفضل. فقال لي طب بص، قال لي بص انت تتمرن انا همرنك هتلعب ليبرو، وقد كان الحمد لله رب العالمين جت الفرصه ان انا كان جمال السيد من اللعيبه المحترمه جدا، وعلى فكره من اللعيبه اللي كنت برضه كان ليبرو الاهلي طبعا كان في الفتره دي، وعلى فكره كان معانا لعيبه كبيره جدا يا استاذ احمد بنتعلم منها، يعني عندهم قائدين في الملعب، يعني عندهم روح القياده زي كابتن اسام عرابي، كابتن شوبير، كابتن محمد رمضان. يمكن الواحد كان الحمد لله ليه الشرف ان يلعب مع الناس دي، كان بيوجهوك بطريقه صحيحه في الملعب. فلقيته قال لي انت هتركز في الليبرو، فجمال السيد خد انذارين في ماتش المحله، فقال لي محمود انت هتلعب. عارف انت بقى ايه، انت جات لك الفرصه ان انت تمسك تلعب، انا ماليش دعوه باي اشخاص او مين اللي بيلعب في المكان انت ده. عندك فرصه عايز تمسك فيها، انا عندي هدف، وبعدين عندي هدف وحلم ان انا اوصل ليه، فمسكت في الفرصه ما سبتهاش بامانه. عملت كان مباراه الاولمبي كنت انا فاكرها، قال لي محمود انت جات لك الفرصه ان انت تلعب ويبقى في منافسه بينك وبين الكابتن جمال السيد. الحمد لله يمكن ربنا كرمني ومسكت فيها ولحد ما بطلت كره. علاقتك ايه لغايه النهارده بجمهور الاهلي؟ لا العلاقه ده ابديه. عايز اقول لك على حاجه، جماهير النادي الاهلي انت سافرت واحترفت ورجعت كملت هنا في اكتر من فرقه. انا 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 دايما يا استاذ احمد، انا جماهير الكوره دي لازم احنا لازم يكون ليها احترامها، حتى جماهير المنافس. انا ما اقدرش ان انا اتكلم على اي حد من الجماهير، لان الجماهير في الاول وفي الاخر بتشجع فرقتها وعايزه المكسب لناديها، زي جماهير الزمالك، جماهير المصري، جماهير الاتحاد السكندري، لها كل الاحترام. لكن انا ضد التجاوز او ضد ان حد يتجاوز في حق لعيب. انا ما كناش بنحط دماغنا مع الجماهير، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا عارفين الجماهير دي مساند لينا رقم واحد. انا جماهير النادي الاهلي يعني بنحتاجها في اصعب المواقف، كان بتقف جنبينا وبتساندنا. اقول لحضرتك حاجه، واحنا داخلين الاستاد كنا بنبص من الشباك بتاع الاتوبيس، لو لينا العدد قليل كنا بنزعل. احنا عايزين الجماهير دي لان ده مساند لينا. ايه المواقف اللي تفتكرها يعني وانتوا بتلعبوا في ماتشات مهمه؟ يعني في مباراه الهلال السعودي كان في البطوله العربيه، يعني كميه الجماهير اللي موجوده لما دخل فينا الجون، يعني لقيت الجماهير مثلا ممكن في جماهير تانية في انديه تانية بتزوم على اللعيبه، لا جماهير بتشجعنا وبتحمسنا. حتى احنا كنا كلامنا مع بعض، يا جماعه مش عايزين نزعل الجماهير ديت، او ما نحاولش نمشيهم زعلانين. الحاجه الثانيه واحنا قاعدين مع بعض في الاجتماعات، يا جماعه عايزين نفرح الجماهير، عايزين ان الجماهير دي بتخش عشان تفرح. هو في الاول انت بتلعب لنفسك او بتلعب بتحب نفسك، ما انت لو حبيت نفسك هتحب غيرك وهتحب فرقتك وهتحب ناديك، انت بتلعب للنادي الاهلي. فانت بتحب يعني الناس دي جايه تتفرج علينا ومتحمله مشقه كبيره جدا ان هي قاعده من الساعه 12 الظهر عشان تتفرج على المباراه، اكيد احنا عاوزين نبسطها ونمشيها سعداء بالمكسب. يعني مين كان اقرب ناس ليك في فرقتك؟ كان في كتير يعني حتى بس اكيد في حد بالنسبه لك كان مقرب. كان في كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، وكان في طبعا الجيل بتاعي كان من اعز اصدقائي طبعا سمير كمونه، من انا بحبه جدا، كان مشير حنفي، ياسر، مش عاوز انسى حد، لان انت في النادي الاهلي ما بتحسش ان انت غريب، انت بتحس ان احنا كلنا اخوات او كلنا عيله واحده، لكن انت بيبقى في حد معين انت بتبقى صاحبه او صديقه. لكن هم كل لعيبه النادي الاهلي كلنا كنا اصحاب وكلنا اخوات، كلنا بنلعب لهدف واحد او لمصلحه واحده، هو النادي الاهلي او حب النادي الاهلي او مكسب النادي الاهلي، ان احنا بنلعب على بطوله، عاوزين نعمل نحفر تاريخ لنفسينا او نعمل انجازات لنفسينا وللنادي بتاعنا. انا مش عايز اقول يا احمد، انا لما بقول انا عملت، انا ما بقولش انا عملت، انا ساهمت مع زمايلي في تحقيق انجازات للنادي الاهلي، مش محمود ابو الدهب اللي عمل بس، او الكابتن خطيب عمل لوحده بس، او اي نجم في النادي الاهلي مش عمل لوحده، لو مش مع الجماعه وروح الجماعه عمره ما هيقدر يعمل لوحده. صحيح، يمكن ودي حاجه من الحاجات اللي بتميز الفانيله الحمراء بالذات. انا في مره، انا جيت في مره، يمكن مره بتكلم مع كابتن احمد شوبير بامانه في قناه، يمكن في وقت من الاوقات بقول له انا جبت مثلا، يقول لي لا انت ما تقولش انت جبت، قول انا ساهمت. فدي تعلمتها في النادي الاهلي، ودي حقيقه ان انا ساهمت مع زمايلي ان احنا احرزت بطولات للنادي الاهلي، وتاريخ بتعمل لك تاريخ الحمد لله لحد النهارده الناس بتفتكره وبتتذكره. انت من زمان شويت يا كابتن محمود؟ من مولود بيها. مولود بيها، رجله تقيله كده. طبعا موهبه من عند ربنا. من عند ربنا مولود بيها وانا صغير. في حد مدرب من المدربين اللي اشتغلت معاهم سواء في الاهلي او غير الاهلي يعني اشتغل معاك على الجزئيه دي او حاول يطور منها وقال لك ازاي ممكن تزود الحته دي عند كابتن محمود؟ لا، كان في مستر هولمان، مستر هولمان يعني، هو كان طبعا ومستر هاريس كان هم على فكره، كان بعد التمرين بناخد جزء اضافي كده بعد التمرين، واحنا نفسينا كنا بنطور من نفسنا. ابعت كره جبتها منين تقريبا؟ يعني كان في مباراه تنزانيا
مع منتخب مصر. مصر. مع الكابتن محسن صالح. وعلى فكره الكابتن محسن صالح برضو من الناس اللي طورت من ادائي في الشوط بشكل كبير جدا. يعني كان يعني مستر هولمان ده قعد معايا مره قال لي يا محمود لو احنا بنلعب فرقه بتدافع اكيد لو جالنا فاول هتخلص. فيمكن وقد كان في ماتشات كتير الحمد لله خلصت بالفاولات يعني. طيب خليني اكلمك شويه عن تيرول. طيب. والنقله من الاهلي لتيرول كانت بالنسبه لك نقله ازاي، وازاي شفت الكوره في النمسا والفرق بينها وبين الكوره في يعني مصر هنا؟ عايز اقول لك على حاجه، اي دوري تيرول من الفرق كان بتنافس، كان بتنافس، كان بتنافس، بس هما كان في الفتره دي بيعملوا احلال وتجديد. وعلى فكره يمكن انا تاني رابيد فيينا هو النادي اللي زي الاهلي هناك. لا كان في فيلم في نادي اسمه شتورم جراتس، وده اللي كان احترف فيه الله يرحمه كابتن صالح سليم. وعلى فكره ويمكن انا ما وافقتش على الاحتراف اللي قعدت مع كابتن صالح سليم ساعتها واقنعني، قال لي يا محمود ما فيش حاجه في اوروبا دوري ضعيف ودوري قليل، لا الدوري في النمسا قوي وهتبقى متشاف من خلاله ان انت ممكن تحترف في حته تانية. لكن انا في البدايه كنت متاخد شويه، لكن الحمد لله قدرت ان انا اتاقلم بشكل كبير جدا. وعلى فكره هم كانوا مبسوطين بيا جدا كتير جدا، لكن برضو ما كنتش يعني كنت عاوز حاجه احسن او شايف ان انا العب في نادي احسن. حاجه احسن. طب خليني افكرك بالمرحله دي او بالفتره دي. واحد كان من اسباب انتقالك لتيرول النمساوي معانا دكتور خالد حسين الرئيس السابق لنادي المصري في فيينا. دكتور خالد مساء الخير. كان نور اهلا بيك يا دكتور خالد. اهلا بحضرتك. نرجع مع حضرتك فلاش باك كده وتحكي لنا كواليس الصفقه. يمكن كابتن ابو الدهب كان لسه بيقول لنا ازاي انه الصفقه دي ما كانش اساسا مترتب ليها، وانه المدير الفني كان بيتفرج على ماتش الاهلي والاسماعيلي فقرر انه ياخد كابتن ابو الدهب. انا عارف ان كان ليك دور كبير في اتمام الصفقه، تحكي الجمهور الاهلي بقى عن الكواليس. والحقيقه كان كابتن ابو الدهب كان ازيك يا دكتور الاول ازيك؟ انا وحشني والله. ازيك يا دكتور؟ والله وانت كمان حبيبي. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا دكتور. الكابتن ابو الدهب كان رجله يعني ما شاء الله صاروخ. يعني مره كان جاب جون، يعني الجون ده اللي هو كان اتفرج عليه مدير نادي تيرول اف تيرول. ايوه شاف قال لنا احنا عاوزين، كان ساعتها كابتن ابو الدهب بيلعب ليبرو. ايوه على ما افتكر. ايوه مظبوط صح. عاوزينه فقعدنا بصراحه. كان كابتن صلاح سليم، وكان في محمد ابو وهاب كان عضو برضه في النادي الاهلي. فكان يعني كان مش عاوزين برضه يشتموا كابتن ابو الدهب بسهوله يعني. المهم المفاوضات قعدنا فيها وقت طويل، وجبنا كابتن ابو الدهب واتعمل له بصراحه احتفال، وخلوه اول ماتش يلعبه مع شتورم جراتس ده اللي كان كابتن صالح سليم محترف فيه سنه 62. ده كان اول ماتش كابتن ابو الدهب. لا ايوه صح فعلا صح كده. فاكر يا كابتن؟ ده بعد ما رحت النمسا بيوم. بعد ما رحت حتى المدير الفني صمم ان انا العب، يعني حتى قال لي لا انت هتلعب على طول يعني. يعني دي حقيقة. وعلى فكره في حاجه كمان عملوها مع الكابتن محمود ابو الدهب، اسولوا قوه الشوطه بتاعته لقوها 130 سرعه 130 في الساعه، 130 كيلو متر في الساعه. دي كانت من قوه رجله ما شاء الله، يعني كان هو مشهور بيها، وكان بيسمينه الفرعون برضه، الفرعون ابو الذهب. ايوه تفتكر يا كابتن؟ ايوه صح يا دكتور. وكانت حاجه جميله جدا يعني بصراحه، كان بيشرفنا ومنورنا هناك في الفيدرول، وعلى حسه كان يعني في لعيبه كتير قوي كانوا هيجوا النمسا. ايوه بس طبعا يعني النمسا في الوقت ده كانت بتشد حيلها في الكوره لسه جنب، يعني هي بلد برضه اوروبيه بس برضه ايه يعني مش المستوى الجامد قوي يعني كانت يعني. هو عموما خليني اسال حضرتك بمناسبه ذكرك لتجربه احتراف كابتن صالح سليم ومن بعده كابتن محمود ابو الدهب في النمسا، هل الانديه النمساويه مهتمه اساسا بالتعاقد مع لاعبين من القاره الافريقيه ومن مصر على وجه التحديد، وايه فرص اللاعب المصري في الانديه النمساويه من وجهه نظر حضرتك؟ والله بص حضرتك، طبعا هم النادي المصري النوادي المستويه طبعا مهتمه باللاعبين المصريين، لان احنا عندنا طبعا كره جميله واحنا بلد الكوره. ايوه وعندنا لعيبه جميله معظمهم كلهم يعني على قد الاحتراف يعني، وعندنا ناس احترفت في المانيا وزي ما حضرتك شايف برضه محمد صلاح وكده. فطبعا اللاعب المصري محتاجينه يعني، اوروبا محتاجاه.
اوروبا محتاجاها طبعا، وده شيء جميل ان 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 مصر بالذات في الكوره طبعا بطله افريقيا ومن احسن فرق في افريقيا بتلعب. أيوة. مصر طبعا نتمنى نشوف لاعبتنا في كل الدوريات الاوروبيه الحقيقه، ده بالتاكيد هينعكس بشكل ايجابي على الكره المصريه وعلى المنتخب، وده همنا الاول في المقام الاول والاخير، كل الانديه اللي شغاله في مصر وكل جماهير الكره اللي بتشجع انديتها شغاله في مصر عشان في النهايه يبقى عندنا منتخب وطني قوي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد حسين. شكرا جدا وسلامي الكابتن ابو الذهب. سلام يا دكتور، ربنا يخليك حبيبي. حبيبي يا كابتن والله وحشني حبيبي يا دكتور، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، بشكرك دكتور خالد، شكرا. خليني اقول لحضراتكم خبر وصل لنا حالا من النادي الاهلي، للاسف الشديد احمد الشيخ تعرض لاصابه في المران الاخير. الاصابه عباره عن كدمه قويه في رجله، وهنعرف يعني هيخضع لفحص طبي ونعرف ان شاء الله بكره هل في الامكان ان هو يلحق بمباراه امبي ولا لا. يعني على الرغم انه الناحيه اليمين عندنا ما فيهاش غير جيرالدو والشيخ، لكن نتمنى ان شاء الله انها تكون اصابه خفيفه، خصوصا انه الراجل شغال كويس، شفناه في الماتشين المباراتين الودياتين كان فورمه كويسه جدا، وواضح انه مركز قوي، واضح انه جسمه يعني وزنه كويس، واضح انه هو مركز قوي وعايز يعمل حاجه الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لحضراتكم انه اي توقف طويل كده بيفتح نفس اللعيبه وهي عايزه ترجع تقدم نفسها في احسن مستوى. بالتاكيد كلامنا ما خلصش مع كابتن محمود ابو الذهب، هيتواصل حوارنا معاه في السادسه، بس نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. ابو الذهب ضربه حره غير مباشره وعاليه، هوبا يا دوبا. كابتن محمود ابو الذهب كان من لاعبه الاهلي الممتازين، وما ننساش له هدف في الاسماعيلي في التسعينات، بس مش عارف تحديدا امتى، اخترق من نص الملعب ووصل لجون، وكان جون في منتهى الجمال وما يتنساش لمحمود ابو الذهب. ما حدش يقدر ينسى الكابتن محمود ابو الذهب، النادي الاهلي فتره التسعينات الفتره الجميله، طبعا ده كان من احسن لاعيبه النادي الاهلي في تلك الفتره. طبعا ده افضل مدافع كان في مصر في سنه 90، اللي هو رجله كانت قنبله صاروخ، كان بيجيب جوان من نص الملعب، وفي مره جاب جون في الاسماعيلي كان خدها من حارس المرمى من عصام الحضري، وخدها لحد منطقه ال 18 وجاب جون. هشام حنفي لابو الذهب، بقول لحضراتكم اللعب النهارده هيبقى مفتوح زي ما حضراتكم شايفين. ابو الذهب يمشي هجمه عنتريه وجون جول جول جول. واحد من اشهر المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، يعني متفاجئ بمعنى الكلمه، راجل كان هداف، راجل على خلق، راجل ما بخلش دقيقه واحده من جهده ومن عرق طوال وجوده في النادي الاهلي، واعتقد ان هو مثل اعلى لكتير وكتير جدا من الاجيال اللي جايه بعد كده. طبعا مين ما يفتكروش محمود ابو الذهب، ده المدفعجي بتاعنا بتاع النادي الاهلي، الله اكبر عليه. طبعا كابتن محمود ابو الذهب، طبعا مصر كلها عارفاه رغم انها زملكاوي يعني، بس طبعا الكابتن محمود ابو الذهب اهلاوي، وكان كمان في الدفاع يعني كان حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه يعني، من الناس اللي ما تتنسيش على مدار تاريخ الكره المصريه. كان مدفعجي وكان ليبرو يعني فوق الوصف الصراحه، كنت بشوف له برده فيديوهات على اليوتيوب، بس يعني الصراحه نفسي اقول له ان انت يا كابتن نفسي ترجع تاني يعني عشان نتمتع بمشاهدتك الصراحه. طول عمرنا بنحبه، وطول عمرنا بنحب تصويباته الجامده، هو لعيب جامد قوي، وكان اخوه برده الكابتن مصطفى ابو الذهب كويس، لكن هو من ساعه ما جه النادي الاهلي يعني من اللعيبه الرجاله اللي الاهلي كان بيعتمد عليهم على طول. كان مدافع كويس، وكان نسمع عنه ان هو كان جيل طبعا التسعينات وكده، ف ما عثرناهوش شويه، بس كنا نسمع عنه ان هو حد محترم وكويس وكده، وكان شويت كان ليه جوار برضه جميله وكده، ونتمنى له التوفيق وانه يبقى موجود على قناه النادي الاهلي كتير ان شاء الله. في رجليه بصراحه كان زي الشاذلي كده، كانت رجليه صاروخ، شاط مره افتكر له شوطه من خط النص في المصري جت في المقص، كان جون فظيع يعني بصراحه، فاللاعب ده كان جامد جدا جدا جدا. وادي كره حلوه. هو كابتن محترم، انا بقول له ربنا يوفقك في العمل الاداري او التدريبي ايا كان هو شغال فين دلوقتي، وانا كزملكاوي بحبك يعني، وكل سنه وحضرتك طيب، وجمهور الاهلي بخير وجمهور الزمالك طبعا. انت من جيل العظماء والناس المحترمه اللي هي
يعني سبب بصمه جميله محترمه في الملاعب المصريه. كابتن انت اديت للنادي الاهلي ومصر كتير وانت فعلا من الناس المحترمه في الملعب، ما كانش لك مشاكل. بقول له كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن وايامك كانت كلها حلوه وما كانتش يعني في مشاكل ولا كان في اي حد زعلان من اي حاجه. اتمنى ان هو يطلع اجيال زيه، ربنا يعني يكرمه ولو في مجال التدريب يطلع لنا ناس شويطه وناس تعرف تشوط على الجون وناس تلعب دفاع، وربنا يوفقه يا رب. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه وهوبا يا دوت. الناس ما بتنساش، انا ابتديت كلامي قلت لحضراتكم كده، وفي التقرير ده يبان ويأكد لحضراتكم على فكرة انه الشخص المحترم بيحترم نفسه في المقام الاول والاخير فيجبر الناس كلها على احترامه. شفنا التعليقات دي مش بس من جمهور الاهلي، لا كمان من زملكاوية فاكرين كابتن محمود ابو الدهب وبيحبوه وبيحترموه، وفاكرين اجوالك يا كابتن محمود يعني يبدو جون اسماعيلية معلم مع الناس، يعني طبعا كل الناس عارفة انك يعني مدفعجي، بس جون اسماعيلية كان عامل شغل. انا عايز اشكر اي حد قال عليا كلمة كويسة فعلا، وممكن زي انا لسه انا كنت لسه بقول لك احنا بنحترم جماهير كل الاندية طبعا طبعا، لان احنا زمان يا استاذ احمد ما كانش عندنا الدنيا مفتوحة كده او السوشيال ميديا الوقت اللي زي اللي بيحصل دلوقتي، كنا بنحترم الناس وما كناش بنسمع للجماهير، احنا كنا بنلعب كوره عشان نمتع الجماهير سواء للانديه اللي كنا. الدنيا اختلفت ما بين دلوقتي، اختلفت بين دلوقتي وبين ايام الكابتن بشكل كبير جدا. احنا كان الهدف ان احنا كنا بنلعب كوره للكوره، في ناس كانت تزعل احنا عايزين فلوس او عايزين بس بنكسب عشان ناخد المكافاه بتاعتنا او ناخد الراتب بتاعنا، لكن في الاول وفي الاخر احنا بنلعب للمتعه ان احنا نمتع من نفسينا ونمتع جماهيرنا. انا عايزك تحكي للناس انت ازاي خدت القرار انك انت تكمل في، يعني نادرا ما المدافعين ممكن يطلعوا في وقت مثلا الفريق خسران وخلاص فاضل خمس دقائق فالفريق بيفتح خطوطه كلها ويهجم فيطلع تلاقي مدافع موجود في منطقه الجزاء، او في اوفرات مثلا كورنر فتلاقي المدافع طويل مثلا او بيلعب براسه كويس فيطلع قدام، لكن انك تاخد الكره من نص الملعب كده. بص هو سؤال حضرتك ده سؤال جميل جدا بامانه، لكن عايز اقول لك ان انت كان معاك لعيبه فاهمه كويس جدا وكنا بنتفق مع بعض لو محمود هيكمل يبقى هادي خشب يستنى او ان محمد يوسف يستنى او سمير كمونه يستنى، فاحنا كنا بنغطي بعض طول الوقت او بنحافظ على بعض طول الوقت، فانا كان عندنا اتفاقيه ان احنا مثلا في الملعب احنا كنا على فكره قبل الماتشات ولو جبت اي نجم كان بيلعب في الوتر دي مع النادي الاهلي هيقول لك ان احنا كنا بنقعد مع بعض كتير وكنا بندرس الفرق اللي احنا هنلعبها، يعني خط الدفاع كان بيقعد مع بعضه ونص الملعب كان بيقعد مع بعضه الهجوم بيقعد مع بعضه في الاخر بنتجمع كلنا مع بعض اجتماع واحد. كنا بنعمل، لو انا كنت بتكلم مع الكابتن هادي خشبه لو انا اتقدمت انت هتستنى لا او يا كمونه ده غط عليا، فاحنا كان في تفاهم في الملعب او في لينك بيننا وبين بعض ان احنا بنتكلم كتير. الحاجه الثانيه يا استاذ احمد ان كانت الفرق لما كان بتلعب احنا عارفين ان الاسماعيلي هيهاجم على ملعبه، فانت الناس اللي بتبقى جايه من تحت لقدام مش مراقبه او ما انتش في دماغ ان انت ممكن هتبصيها وتقف، لكن في الوقت ده الاسماعيلي اول دقيقه لقينا الاسماعيلي ضاغط بشكل كبير جدا بكل خطوطه فالدنيا مفتوحه، فربنا كرمني ان انا قطعتها، كان عندهم فرود اسمه مجد الصياد من الفروده كويسه جدا قطعتها منه والاسماعيلي كله في حاله ايه هجوم فالدنيا مفتوحه، فعملتها وان تو مع هشام مع حنفي فلقيت السكه فاضيه فهو حطها لي في حته مساحه فابتديت اخدها فلقيت السكه فاضيه، فاول يعني بلغه الكوره المدافع باع نفسه فرقصته، فالتاني جاي بيكمل كان لا يصيب غير الكابتن فوزي جمال فحطيتها من وراه. الحاجه الثانيه بقى الاحسن ان انا رد فعل سيد السيوركي كان حارس مرمى الاسماعيلي ابتديته هو يطلع فانا حطيتها قبل ما ياخد رد الفعل بتاعه فيمكن ده من الاجوان يعني كان في قرار. انا بسالك قبل الهوا ده احلى جول، انا قلت لك ده في رايي الشخصي واحد من احلى الاجوال انت جبتها، قلت لي لا في احلى منه، هو هدف تاريخي بيعتبر تاريخي، لان انا عايز اقول لك على حاجه كان ساعتها الكابتن محمود الخطيب كان موجود في منتخب مصر يمكن اشاد بيه جدا وقال لي من احسن الاهداف اللي انا شفتها في الدوري المصري، طبعا يعني دي شهاده وسام على صدري لما الكابتن خطيب بيقول لي حاجه زي كده، كان ساعتها مسافرين الكويت كان عندنا مباراه وديه وبعديه تاني يوم يعني، فهو اتكلم على الهدف ده بشكل كبير جدا، فطبعا لما حاجه تتقال من الكابتن خطيب حاجه زي كده
يعني حاجه انا سعيد بها جدا. لكن في اهداف تانية ان انا جبتها مع النادي الاهلي برضو في المصري، وجبت يمكن جبت جون في العصام الحضري هنا وهناك في دمياط وفي النادي الاهلي. وفي اهداف مع النادي المصري، لكن هو الهدف ده عشان معلم مع ناس، عشان نادي الاسماعيلي نادي كبير. وبعدين كانت النتيجه كبيره جدا ان انت تكسب 6-0 في اسماعيليه، فدي في حد ذاتها انجاز او حاجه كبيره جدا يعني. طبعا صحيح. بتشوف مين من المدفعجيه النهارده في الجيل اللي بيلعب دلوقتي يعني في من كابتن ابو الدهب، ولا ما عندناش مدفعجيه خلاص حاليا؟ ما فيش. انا بكلمك بامانه يعني ممكن، لكن كنت بشوف يعني في لعيبه كتير، لكن مش بالقوه بتاعت محمود ابو الدهب او سمير كمونه او حمزه الجمل في الاسماعيلي. أيوه. لكن في محمد عبد الوهاب الله يرحمه، الله يرحمه طبعا محمد ابو الدهب، لكن مش بالقوه بتاعتنا. لكن دلوقتي بيحاولوا ان هم يعني اللي هو بيركن الكوره او بيعملها من فوق. الموضوع ايه يا كابتن، عضلات ولا تكنيك ولا الاثنين مع بعض ولا هي فطره؟ لا هي موهبه من عند ربنا، فطره يعني. بيبقى زي ما النهارده مثلا بنشوف الكابتن وليد صلاح الدين عنده موهبه الترئيس او ان هو راجل حريف. لعبت مع كابتن وليد؟ طبعا. يعني عايز اقول لك لعبت مع كابتن رضا؟ طبعا يعني كابتن رضا والكابتن وليد يعني عارف انت كابتن وليد، احنا لما كنا لما كان بينزل بنبقى عارفين ان احنا هنكسب، بنبقى واثقين، لان وليد من نوعيه عنده ذكاء كبير جدا. أيوة. بيعرف عنده حلول كبيره جدا. يمكن خلص لنا ماتشات او خلص مش عايز اقول ماتشات، خلص لنا بطولات. يعني في ماتش المنصوره وفي نهائي الكاس مغلوبين 1-0 نزل 3-1. أيوة. وماتش الرجاء البيضاوي برضو نزل 3-1 القاهره برضو. يمكن ده ليه جون عالمي في على فكره. وبعدين كان عنده ذكاء جدا الكابتن وليد. يمكن المدربين كلها كانت بتيجي تقعد مع وليد، انت هتنزل اخر نص ساعه عشان تخلص لنا الماتشات. فهو كان مقتنع، احنا كنا بندور عليه عشان نحط له كوره، هو وكابتن رضا بعدين نحط له كوره في رجله. فدي يمكن من اللعيبه فعلا. عندنا لعيبه كمان كان عندها موهبه كبيره زي الكابتن حسام حسن، بيعرف يجيب جول. يعني كل واحد له دور يا استاذ احمد في الكوره. رضا بعال بصير كويس، يقدر عنده رؤيه في الملعب كله. حسام حسن بيعرف يجيب جول، محمود ابو الدهب وسمير كمونه بيعرفوا يشوطوا، ياسر ران سريع بيقدر يسحب لك الفرقه لقدام. كل واحد بيبقى له حاجه. الثانيه كان عندنا رومانيه ميزان زي واحد زي هادي خشبه. أيوة. يعني ما شاء الله في الـ في الـ في الـ في السرد يعني فندر حاجه بسم الله ما شاء الله. أيوة. اكبر حاجه محترمه. أيوة. يعني انا عايز بس كمان ابارك لك على الهوا انت. احنا طبعا احمد ابو الذهب، لا مصطفى ابني. مصطفى طبعًا. انت مسمي مصطفى على اسم اخوك الكبير طبعًا. اوكي. يعني عايز اقول لك ان مصطفى الكبير نجح و 97 ما شاء الله. يعني عايز اقول لك على حاجه، مصطفى ابو الذهب الكبير اخويا يمكن. أيوه. الاب الروحي بتاعي طبعا. وانا طبعًا. انا من خلال حضرتك انا بشكره انا علنا فيه ده لانه كان بيفكر لي. الحاجه الثانيه مصطفى ابني يمكن انا سعيد جدا ببارك له على الهواء. وانا صراحه يعني في قمه سعادتي ان هو ما بيلعبش كوره يا كابتن محمود. لا بيلعب. بيلعب فين؟ هو بيلعب، بس هو كان بيلعب في نادي عندنا في حلوان. ابتدى قال لي انا عاوز الثانويه العامه يا بابا بس السنه دي. ومن بدايه اللي انت عارف ان الثانويه العامه سنه محوريه. في كابتن محمود ابو الذهب رجله برضه تقيله. رجله تقيله. وعلى فكره هو مدافع كويس، بس هو عايز يعني يكسر القاعده، عاوز يلعب فيرود. فقلت له العب. هو مواليد 2002. أيوه. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمه وجاب نتيجه عاليه امبارح في الثانويه العامه 97%. يمكن انا ما كنتش مصدق يعني. انا بقول له انت ما بتذاكرش، طلع هو بيذاكر الحمد لله يعني. الف مبروك مره ثانيه على نجاحه، وربنا يفرحك بيه يا رب. امين يا رب دايما. خليني اعرف اهم قرارين خدتهم في حياتك، قرار كنت سعيد بيه جدا او فخور بيه جدا، ولو رجع بيك الزمن هتاخد نفس القرار تاني، وقرار ندمت عليه ولو رجع بيك الزمن هتغيره. يعني هما قرارين صراحه. من اسعد قرار ان انا لعب في النادي الاهلي. ويمكن انا عايز اقول لك على حاجه، ودي انا بقولها عشان محدش يقعد يزايد عليها. انا مسكت لما قالوا لي ان كابتن انور سلامه وكابتن رمضان سيد قالوا لي يا محمود احنا عاوزينك في النادي الاهلي، انا مسكت القلم ومضيت من غير اي معرف اي تفاصيل. والحمد لله دي يمكن انا سعيد بيه جدا. القرار اللي انا ندمت عليه ان انا سبت النادي الاهلي واحترفت. ولو بس بقول الحمد لله على اي حاجه انا عملتها، لكن انا كنت اتمنى ان انا ما يعني اكمل في النادي الاهلي لحد ما بطل، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني. نورتنا وشرفتنا في السادسه. فخور ان انا كنت موجود معاك، وسعيد ان انا كنت واحد موجود مع واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في مرحله الحقيقه كانت يعني مفرحه ومبهجه. ونتمنى ان شاء الله توقعاتك بالمناسبه للاهلي مع الوداد في قبل نهائي افريقيا. لا يمكن انا سعيد جدا بالفتره دي مع مستر فايلر. من شايف انه مستر فايلر عامل
عامل طبعا عامل حالة كبيرة جدا عامل حاجة كمان يمكن حضرتك شفت في التقرير ان هو انت بتقول في اماكن محجوزة اللعيبة لا انا شايف ان الراجل ده ما عندوش حد اساسي وعنده احتياطي مخلي كل اللعيبة اساسيين مدي اللعيبة روح في التمرين ان هم تتمرن ودي حاجة انا سعيد بقى جدا مغير من اداء النادي الاهلي بشكل كبير جدا مدرسة سويسرية جديدة علينا طبعًا. احنا يمكن الالمان والانجليز هم دايما طبعًا. يعني عاملين اكتر القاب واكتر بطولات معانا لكن مستر فايلر الحقيقه من المدربين الواعدين ونتمنى ان مشواره يستمر في ناس شايفاه خليفه مانويل جوزي لا هو من جوزي طبعا اسطوره بص يعني هو كل مدير فني بيبقى ليه بصمه لكن انا شايف البصمه بتاع مستر فايلر ان هو عنده ما عندوش ما بيعتمدش على النجم الواحد أيوه. فدي يمكن انا سعيد بقى جدا يعني. الاماكن اللي انا قلت عليها محجوزه ده من وجهه نظر الجمهور لكن فايلر ليه وجهه نظر تانية مره تانية بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن محمود ابو الدهب على وجودك معانا شرفتنا ونورتنا في السادسه وكل التوفيق لحضرتك ان شاء الله اتشرفت بيك واتمنى لك التوفيق يا استاذ احمد شكرا جزيلا بشكر حضراتكم على متابعه حلقتنا كانت حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله يوم الأحد هيكون في ماتش إمبي وبفكركم عشان دي آخر حلقة الأسبوع ده ياريت تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر تقولوا لنا إيه رأيكم في التشكيل الأمثل لمواجهة إمبي إن شاء الله ونتابع حضراتكم ونقابلكم إن شاء الله بعد مباراة إمبي يوم الاثنين اللي جاي حلقة جديدة والسادسة مساء. بطولة افريقيا يا اول مرة. طويلة للخطيب. بيعطي الكرة. العب الرعب. على طول الكرة. وتلعب تاني طائرة ابو زيد. عباس فاروق طارد طارد بيبو بيركز ابو تريكا وبين ابو طالب ربي الله بقى الله من ثواني بقولها نعملها وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني لمسة وليد على طول الكرة لمحمد ابو تريكا ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكا الله